على كل حال على هذا الموضوع، وبرضو يعني في كلام تاني او اسئله تانية، خلينا نروح للاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. يا مسيو صباح الخير. صباح الخير يا مهندس، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير لكل الفريق. صباح الفل عليك، سعداء بوجودك معانا، واكيد انت طبعا كنت من الملايين اللي تابعت اللقطه اللي انا ونهواند بنتكلم عنها من شويه. قبل ما ندخل معاك في تفاصيل تانية، خلينا نشوف بس ايه يعني، عرفنا كده على شعورك وانت بتشوف الفيديو ده للمره الاولى، او انت بتحضر الواقعه دي للمره الاولى، ايه اول حاجه حسيت بيها واول حاجه تبادرت لذهنك؟ شوف طبعا يا كريم، احنا بنتكلم على فعلا مثال للانسانيه وجبر الخواطر. محمد صلاح يعني يستغل المباراة عشان يفرح فيها زميله كان في الملعب، وربنا سبحانه وتعالى ابتلاه يعني خلينا نقول باختبار ان شاء الله باذن الله، باذن الله مؤمن زكريا يعني يا رب يطلع من الاختبار ده بسرعه، وان شاء الله لا والله ممكن مؤمن زكريا يرجع نشوفه بيلعب مره اخرى تاني كوره. شفنا اريكس مثلا برضه يعني مر بتجربه صعبه، وشفناه في الايام الاخيره ان هو رجع يلعب تاني. اتمنى والله مؤمن زكريا، حتى والله لو ممكن بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى يتيح له ان هو يعتزل في كام شهر ان شاء الله، لا والله مفيش حاجه بعيده عن ربنا بالظبط. لا انا في وجهه نظري بقى طبعا قوي في موضوع محمد صلاح والناس كلها استفادت، انا بقى شايف من حته ثانيه ربنا ان شاء الله باذن الله اللقطه اللي محمد صلاح عملها يعني كل نفسيه مرتاحه رغم ان هو مر في تجربه صعبه جدا في الماتش. يعني احنا بنتكلم ان طبعا حصلت بعد الهجمه وخرج مصاب وبدل طبعا في ماتش هو بيشوف فيه يعني ايه كابوس شافه من اربع سنين. ايوه 2018 بالظبط مع راموس بالظبط فيعني هو عمل اللقطه وتشوفي وشه وتشوفي ضحكته وتشوفي ابتسامته وتشوفي فرحته. طبعا الفريق كسبان لكن محمد صلاح برضه يعني اي بني ادم محدش هيلومه لو كان يعني هيظهر هو متضايق. ليه؟ لان هو النهارده بيتعرض لنفس اللي تعرضت من اربع سنين، ويعني ان شاء الله طبعا ما يكونش في شكوك، بس اشوفها ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيجازي وان شاء الله يخففه بسرعه عشان يلحق الماتش عشان نفسيته الجميله اللي ظهر بيها مع يا رب. طيب هو استاذ كريم لسه ما فيش اخبار عن التقرير الطبي، يعني كنت حابه لو عندك اي معلومه دلوقتي وردت عن حاله محمد صلاح خلينا نعرف. امبارح ما كانش في اي معلومه، بس البعض كان بيقول لا الموضوع مش هياخد اكتر من 10 ايام، ولكن ما كانش لسه في تقرير طبي طلع. فلو عندك اي معلومه جديده او حصريه ريت تقولها لنا، وفي نفس الوقت فعلا عشان نطمن زي ما اتكلمت فكره هنا، يعني هل صلاح هيكون موجود مع الشامبيونز ليج ولا لا؟ زي ما انت قلت 2018 كان هناك يعني لو اطلقنا عليها ثأر مع راموس، فاكيد هو حابب جدا ان هو يكون متواجد، واكيد كل الجماهير حابه ان هو يكون متواجد، فخلينا نعرف منك. بصي لا هو طبعا بعد المباراه كان في معلومتين طلعوا، المعلومه الاولى من طبيب الفريق اللي قال يعني قبل ما يعمل الاشعه قال بنسبه كبيره واضح ان الاصابه في الفخذ، لكن ما حددش في انهي جزء في الفخذ. وواضح طبعا قعدت محمد صلاح وطريقه الكشف اللي تمت عليه ان هي في منطقتين، يا اما الاماميه يا اما الضمه. بالظبط ده اللي سمعناه فعلا. وبالتالي نتمنى ان الاشاعه تطلعها في الاماميه ما تطلعش في الضمه باذن الله يعني نتمنى. المعلومه الثانيه ان يورجن كلوب قال لما اتسال على اصابه محمد صلاح قال يبدو يعني اسوء من فرق من فان دايك، قال تبدو اسوء. فاحنا ان شاء الله ننتظر طبعا حددت هذا الامر الاشعه، هي الاشعه اللي هتبين للدكتور مده العلاج قد ايه، ونتمنى لو مده العلاج ممكن تاخد من 7 ل 10 ايام يبقى ان شاء الله باذن الله محمد صلاح يقدر يلحق فاينل ان شاء الله. طيب انا عندي بس سؤال كمان، هل في اي معلومه عن فكره هنا برضو المفاوضات الخاصه مع صلاح وليفربول، ولا ما فيش جديد برضو استاذ كريم؟ لا كمعلومات طبعا او اخبار ما فيش، انما اديني عن وجهه نظري الشخصيه اعتقد ان محمد يعني ربما يكون محمد صلاح ممكن يكون دي الحب يعني فتره كبيره له مع ليفربول وحابب ياخد خطوه. لا انا مش سامع، او حابب ايه؟ حابب ياخد خطوه جديده في حياته يعني ليفربول مثلا بعد يعني هنشوف يعني بالعقد ده هل هو هيستنى لغايه السنه الجايه ويمشي، ولا ربما يكون في مفاوضات هتظهر فيه
الصيف الجاي، بس انا على المستوى الشخصي اشوف ان ربما محمد صلاح ربما يغادر ليفربول. ده اللي انت شايفه يعني؟ بنسبه كبيره. اوكي، هيبان على كل حال. نشكرك جدا استاذ كريم، ده اول مره اسمع الراي ده على فكره. يعني انا بسمع دايما فكره ان لا، ليفربول هيفاوض محمد صلاح ويتم الوصول للاتفاق اللي يكون مرضي ماديا، لان الموضوع زي ما حضراتكم عارفين الى حد كبير هو ليه علاقه بالمرتب، او يعني ليه علاقه بالعقد. فدي اول مره اسمعها بصراحه. بصي، هو يعني كده كده الامور اكيد هتتضح الفتره اللي جايه، بس مبدئيا في كلام كتير كله ماشي في سكه، وسكه منطقيه جدا الحقيقه، ان الرغبه متبادله ما بين محمد صلاح نفسه وما بين ليفربول في الاستمرار. عموما هنشوف هتسفر الايام اللي جايه عن ايه.